السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة ثالثة متوسط، معكم الأستاذة ياسمين وأبنائي وبناتي الدرس تاعنا. اليوم رح يكون في مادة الرياضيات وبالتحديد هندسة. دونك إن شاء الله بعد ما شفنا الدروس الملخصة تاع الارتفاع والمحور، حالة تقيس مثلثين، وكذلك حالة الخاصة تاع مثلثين قائمين، المتوسط والمنتصف إلى غير ذلك. دونك يلا مع بعض نشوفوا اليوم درس تاعنا اليوم اللي هو نظرية طالس. دونك أبنائي راح نعطيكم السر تاعها كيفاش تحسبوا إن شاء الله كي تجيكم في الفروض والاختبار. دونك يلا بلا ما نطول عليكم أبنائي وبناتي، نبداو بالتعريف تاعها، معناتها وشنو هي نظرية طالس. تري بيان، دونك يلا نقراو مع بعض واش تقول. تعريف: إذا كان لدينا مستقيمان متقاطعان في نقطة O. دونك أبنائي زوج مستقيمين ومتقاطعين في نقطة O. تري تري بيان. يقطعهما مستقيمان، تحبوا تسموهم D1 D2 ولا Delta1 Delta2 كيما تحبوا، فقط تسميات. دونك يلا مع بعض، عندنا زوج مستقيمين متقاطعين في نقطة O، وكذلك يقطعهما مستقيمان آخران D1 و D2 في A B C و D حسب احد الشكلين اسفله. دونك ابنائي بلا ما نخليكم تيماجينيو كيفاش، دونك يلا نشوفوا الاشكال. دونك يلا نبداو مثلا بالشكل الاول. شوفوا، ها هو المستقيم تاعي الاول وها هو المستقيم تاعي الثاني. تري بيان، وراكم تشوفوا متقاطعين في النقطه او. تري تري بيان. ويقطعهما ابنائي مستقيمان متوازيان اخران، الاول مسميين دي ا ولا تحبوا دلتا ا، والثاني كذلك دي 2 ولا دلتا 2. بصح وين يقطعوهم؟ كما قلنا دي 1 يقطعهما في ا و بي، دي 2 في دي و سي. تري بيان. دونك هذا الشكل الاول، معناتها واش معناتها الشكل الاول ابنائي؟ معناتها الحاله الاولى. تري بيان، يلا نشوفوا الحاله الثانيه. انا نعطيكم كاع الحالات ابنائي باش ان شاء الله في فرضكم واختباراتكم ما تخلعوش. تري بيان. دونك الشكل الثاني ابنائي يلا نشوفوا، ها هو المستقيم تاعي الاول وها هو المستقيم تاعي الثاني. تري بيان. دونك فاش يتقاطعوا في النقطه او، وكذلك يقطعهما مستقيمان وابنائي لازم متوازيان. تري بيان. فواش يقطعهما الاول في ا و بي والثانيين في سي و دي. دونك كلا الشكلين ابنائي، شوفوا فقط هذا الشكل عندنا دي 1 و دي 2 من تحت، وفي الشكل الثاني لاحظوا واحد الفوق واحد لتحت. داكور. دونك في الزوج ابنائي شكلين اللي نقدر ندير عليهم نطبق عليهم نظريه طالس. يلا هنشوفوا كيفاش نطبقوها. دونك شوفوا واش قال لك، وكان دلتا 1 يوازي دلتا 2. دونك ابنائي لو كان ما يكونش عندي دلتا 1 ودلتا 2 متوازيين ما نقدرش نطبق نظريه طالس. دونك حذاري، فان اطوال اضلاع المثلث او ا بي. دونك يلا هنشوفوا ابنائي وراو او ا بي في الشكل الاول، ها هو او ا بي. تري بيان. وفي الشكل الثاني وراو او ا بي، ها هو امامكم. تري تري بيان. واش به هذا المثلث؟ متناسبه مع اطوال اضلاع المثلث او دي سي. معناتها واش يقول لي؟ مع او دي سي متناسبين. دونك هذا المثلث الصغير ابنائي او ا بي اطواله متناسبه مع المثلث الكبير او دي سي، هذه في الشكل الاول. وفي الشكل الثاني كذلك ويقول لي بلي المثلث او ا بي الاطوال تاعو متناسبين مع او سي دي. تري تري بيان. دونك كيفاش متناسبين؟ كيفاش لازم كيما حنا نقولوا لازم لهم قاعده. تري بيان، اي او ا على او دي. دونك يلا ابنائي نبداو بالشكل شكل بشكل باش هكذا ما تخلط لكمش. معناتها شوفوا ابنائي، او ا على او دي. تري بيان. دونك نحكم قلم رصاص، او ا صغير على الكلي. تري تري بيان. او ا على او دي. تري تري بيان. واش بيها؟ تساوي او بي على او سي. وكذلك تساوي ابنائي الصغير على الكلي. تري تري بيان. وتساوي ايضا ا بي على دي سي، معناتها تساوي ايضا هذا ا بي على دي سي. لاحظتوا هذه اول، هذه في الشكل الاول. يلا نعاودوا مع بعض ابنائي، الصغير على الكلي او ا على او دي. تري بيان. دونك لاحظوا ما قلتش، شوفوا مليحه، ما قلتش او ا على ا دي. حذاري كاين بزاف تلاميذ يقول لك لا لا الصغير على الكبير. داكوغ، نو ابنائي، الصغير على الكلي. تري بيان. يلا مع بعض، كذلك يساوي صغير على الكلي، معناتها او بي على او سي، ويساوي ايضا ا بي على دي سي. دونك كاين تلاميذ يقولوا لي علاش رانا نديرو هكا، فاش نسحقوها؟ دونك نقول لكم ابنائي بلي يعطوا لكم مثلا ثلاث اطوال معلومه وطول مثلا مجهول. تري بيان. دونك واش يقول لكم ابنائي؟ يقول لك احسب لي الطول هذا المجهول.
نقول لهم بتطبيق نظري طاليس حنوريكم أبنائي كيف نحسبه. تخي بيا يلا نروحوا للشكل الثاني ونشوفوا كيفاش نطبقوا عليه. هذه هي نظرية طاليس. تخي بيا دونك يلا نشوفوا كيفاش نطبقوا عليه. نفس الشيء أبنائي او ا على او دي دونك يلا مع بعض لهنا في هذا الشكل لحظه ماشي كيف كيف او ا على او دي دونك شوفوا في الشكل هذا حداري ماشي كيف كيف تري بيان دونك هذا ما نقولش هذا على الكل ما نقولش او ا على ا دي لا كيكون عندي الشكل هكا نقطه التقاطع في المنتصف ابنائي عادي ندي هذا على هذا تري بيان او ا على او دي تساوي او بي على او سي دونك تساوي هذا على هذا وتساوي ايضا ا بي على سي دي متفاهمين ابنائي دونك لاحظوا لا حبيت نعطيكم الشكلين في الزوج باسكو لاحظت بلي تماريناتكم تقدر ولا فروضكم ان شاء الله واختباراتكم تقدروا تلقاو الشكلين تري بيان دونك كي يكون عندي نقطه التقاطع تاع المستقيمين تاعي في الوسط ندي هذا على هذا تري بيان ما نديش هذا على الكلي اما اذا كانت نقطه التقاطع خارج المستقيمين المتوازيين لا لا لهنا ابنائي ندي صغير على الكلي صغير على الكلي ولا هنا صغير على الكلي متفاهمين ابنائي هذه ملاحظه جد مهمه بس لو كان بعيد شرط غلطوا فيها هاو يروح كاع الحساب تخي تخي بيان دونك يلا ابنائي بلا ما نطول عليكم عندنا كيما فهمنا نظريه طاليس دونك كيما كاينه نظريه طاليس كاين عكس نظرية طاليس اللي لازم تعرفوها بيان سور وان شاء الله ابنائي وجدت لكم تمارين راح نحلهم دوكا مع بعض حول نظرية طاليس وعكس نظرية طاليس باش هكذا في فروضكم تعرفوا كيفاش تحلوا تري بيان دونك ابنائي عكس نظرية طاليس واش تقول اذا كانت كل من النقط دي ا و او هادو في ثلاثة والنقط سي بي و او دونك يلا مثلا ناخذ احد شكلين مثلا يلا ناخذ شكل 2 واش قال لي النقط او ا دي يلا او ا و دي دونك هاي او ا و دي تري بيان والنقط سي بي و او يلا نشوفوا سي بي و او تسمع راني نهضر على هادو اللي في استقاميه هادو كاع في استقاميه وهادو في استقاميه واش بيهم تري بيان على استقامه واحده وشنو معناتها معناتها كانوا كاع في نفس المستقيم وبنفس الترتيب حسب احد الشكلين اعلاه دونك كيما رسمناهم وكان او بي على او سي يلا نشوفوا ابنائي او بي على او سي يساوي او ا على او دي معناتها شوفوا هذا على هذا يساوي هذا على هذا فانه بالضروره دلتا ان يوازي دلتا دو دونك ابنائي شوفوا باش تفهموها هذه ماشي شرط انكم كيما حنا نقولوا تحفظوها تري بيان دونك في نظريه طاليس واش قلنا اذا كانوا هاد الزوج متوازيين فانه نقدر نطبق نظريه طاليس ابنائي عكسوها دونك اذا قدرت نطبق نظريه طاليس فانه بالضروره عندي التوازي مفهومه دونك اسهل شيء نعاودوا مع بعض نظريه طاليس واش تقول إذا دلتا 1 ودلتا 2 كانوا متوازين فإنني أستطيع أن أطبق نظرية طاليس دونك بديت بالتوازي طبقت نظرية طاليس لهنا لا لا العكس التحاوش تقول إذا طبقت نظرية طاليس فإنه بالضرورة يوجد مستقيما متوازيا اللي هي دلتا 1 ودلتا 2 متفاهمين؟ دونك تري بيان بعد ما فهمنا نظريه طاليس وفهمنا عكس نظريه طاليس دونك ابنائي انا دائما نقول لكم نفهموا ولا نعمقوا الفهم تاعنا بتمرين او تمرينين دونك التمرين الاول راح يكون على نظريه طاليس والتمرين الثاني حول عكس نظريه طاليس باش هكذا تدوا فكره دونك يلا ابنائي نشوفوا التمارين هذه قلنا باش نعمقوا الفهم التمرين الاول يقول ا بي سي مثلث دونك عندي ا بي سي مثلث تري بيان دي نقطه من ا بي دونك ابنائي لهنا اللي رسمت لكم ما يقول لكم ما يطلبوش منكم ترسموه لازم ترسموه ابنائي باش تشوفوا الاطوال تاعكم تري بيان دونك شوفوا ا بي سي مثلث دي نقطه من ا بي دونك ها هو ا بي تاعي دي نقطه منه بحيث واش معناتها نقطه منه معناتها من المستقيم ا بي حيث ا دي تساوي 3.5 سنتيمتر دونك ابنائي ا دي شحال يساوي بالمسطره نديرها 3.5 سنتيمتر تري بيان و او نقطه من ا سي دونك شوفوا او هاو الاس تاعي او نقطه منه معناتها المستقيم ا سي يشمل ا تري بيان حيث ا او تساوي 2 سنتيمتر دونك ها هي ا او تساوي 2 سنتيمتر تري بيان و كذلك عطاني معلومه تقول او سي يساوي 1.2 سنتيمتر دونك يلا ابنائي
E C تساوي 1.2 سنتيمتر. داكوغ؟ دونك قالنا لهنا إذا علمت أن AB يساوي 5.6، دونك أبنائي لهنا عطاني لازم شوفوا، لازم تقراو التمرين تاعكم كله باش هكذا تقدروا ترسموا. مستحيل أنكم مثلا تبداو بالوحدة وترسموا، لا لازم نقرا. شوفوا لهنا AB عطاها لي في الأخر. تخي بيان، قال لنا AB تساوي 5.6 سنتيمتر. دونك أبنائي شوفوا لهنا AB 5.6، وحنا نعرفوا باللي AD 3.5. كي نديروا 5.6 ناقص 3.5 باش نعرفوا الطول تاع DB اللي صبتو انايا 2.1 سنتيمتر. تري بيان، دونك لاحظوا ابنائي عندي هذا 2 سنتيمتر، 1.2 سنتيمتر، 2.1، وعندي 3.5، دونك عندي 4 اطوال. تري بيان، دونك قالنا شوفوا اذا علمت ان AB 5.6 سنتيمتر فهل BC يوازي DE؟ دونك شوفوا لهنا ابنائي قال لي هل BC، دونك نبدا بالكبير، BC يوازي DE. واش راكم تلاحظوا لهنا ابنائي؟ راح نستخدموا النظرية العكسية لطاليس. لازم تكتبوها لهم باش يفهموا الأساتذة باللي كم فاهمين. دونك علاش راح نستخدم العكس نظرية طاليس ومشي نظرية طاليس؟ لأنه أبنائي ما قاليش أحسب الطول. لو كان قال لي أحسب الطول نعرفوا باللي احنا نخدم بنظرية طاليس. إذا قلنا شوفوا لي إذا متوازين، إذا راح نستخدم عكس نظرية طاليس. دونك أبنائي نبدأ بالعقل بالمعطيات التوعي. دونك واش راح نقول أبنائي؟ نقول أدي على AB، دونك هذا على الكلي. دونك تبعوني ابنائي، نقول AD على AB. تري بيان، دونك AD على AB شحال ابنائي؟ دونك عندي الاطوال نقدر نستخدم. دونك AD ابنائي عندي 3.5. تري بيان، و AB تاعي وعطاها لي شحال؟ 5.6. تري تري بيان، دونك تساوي ابنائي، دونك هذه كي نضربها في 10 وهذه في 10 شحال تمد لي؟ دونك هذه تمد لي 35 وهذه تمد لي 56. تري بيان، دونك تحبوا انا فقط راني رايحه نوريكم باللي كي نختازلهم مع بعض يمد لي، دونك كي نقسمهم كاع على 5، هذا نقسمو على 5 وهذا نقسمو على 5، ابنائي راح يمد لي الكسر 5/8. نتوما ابنائي اذا ما تحبوش تستخدموا الكسور ما عليكم، الا واش تروحوا ديروا 3.5 بالكالكولاتريس اقسموها على 5.6 ومعليش عطوها لهم بالفاصله. تري تري بيان، دونك انا لهنا حبيت نخدمها لكم بالكسور باش تشوفوا باللي متساويين. تري بيان، دونك ابنائي بديت يلا مع بعض AD على AB. تري بيان، يلا من الجهه الاخرى واش راح ندير؟ AE على AC. تري بيان، دونك من جهه اخرى نقولهم AE. تري بيان، على AC ماذا تساوي؟ مادام عندي الأطوال تما نقدر نخدم بالأطوال. تخي بيان، تساوي 2 لأنه AE أبنائي 2 سنتيمتر و AC أبنائي معليا إلا نجمع 2 مع 1.2 شحال راح تمد لي؟ 3.2. حسنتم. تخي بيان، دونك كيف كيف نضرب هذه في 10 وهذه في 10 معلي تعطيني 20 على 32. دونك كي نختزلها أبنائي اختزل الكسر تاعي راح يعطي لي كذلك 5/8. قلت لكم ابنائي اذا ما تحبوش هكذا تضربوا في 10 وتختزلوا ما عليكم، فقط تحكموا هذه ديروا 2 قسمه 3.2 وتكتبوهم بالفاصله شحال. تري بيان، نفس الشيء هذه نحكمها بالاله الحاسبه ونكتب لهم بالفاصله شحال، راح تلقاو باللي راح تلقاو نفس العدد ابنائي. تري بيان، دونك واش راح نقولوا لهم؟ اذا دونك راح نشوفوا مع بعض واش راكم تلاحظوا. هذا يساوي هذا. تري تري بيان، اذا AD على AB يساوي AE على AC. دونك ابنائي شوفوا هذا كيفاش طاح لي، هذا على هذا يساوي هذا على هذا. تري تري بيان، علاش؟ باسكو هذا لقيتو 5/8 وهذا لقيتو 5/8. تري تري بيان، اذا واش نقولوا؟ فحسب النظريه العكسيه، دونك لهنا حنا نستخدموا العكسيه لطاليس، فإن بالضرورة أبنائي دلقيتهم كيف كيف، فإن دي أو يوازي بي سي. تخي بيان، شتو شحال سهلة؟ تخي تخي بيان، دونك عطاني الأطوال نستخدم الأطوال اللي عطاها لي. تخي تخي بيان، لقيتهم أبنائي نفس النتيجة نقول حسب النظرية العكسية لطاليس فإنهما بالضرورة وحتميا متوازيا، معناتها دي أو يوازي بي سي. تري بيان، لقيتهم ماشي كيف كيف،
نقول اذا المستقيمان تاعي واش بيهم غير متوازيان. تري تري بيان شتو، ماشي حاجه اللي صعيبه تماما. تري يلا ابنائي، بعد ما حلينا تمرين على النظريه العكسيه يلا ننتقل الان الى نظريه طاليس. دونك يلا ابنائي مع بعض ونسيو نحلو تمرين تاني. واش يقول؟ اذا علمت ان بي ال و سي ام متوازيان، يلا ابنائي بي ال يوازي ام سي. لاحظوا لهنا او عطاني توازي، قال لي احسب الطول بي سي. يلا نشوفوا راهو بي سي، دونك راح نحسب له هذا الطول. تري بيان، دونك ابنائي واش راكم تلاحظوا؟ قال لي احسب الطول، نعرف باللي راح واش نطبق نظريه طاليس. تري تري بيان. دونك فقط ملاحظه ابنائي، لازم نروحوا مليح نشوفوا الرسم تاعنا. يلا نشوفوا مع بعض ابنائي. دونك شوفوا واش عطانا. عطانا هذا 3 سنتيمتر، عطانا هذا 1.6 سنتيمتر، وعطانا دونك هذه 4.24 ما عطاهاليش. تري بيان، دونك هذه راح نوريكم كيفاش نحسبوها مع بعض. وعطانا الكلي ابنائي شحال؟ يساوي 6.5 سنتيمتر. دونك نعاودوا مع بعض. قال لي احسب الطول بي سي، دونك ابنائي كيف نحسب الطول بي سي؟ يلا نبداو نحلو مع بعض. اول شيء نستخدمه، قلت ابنائي استخدم المعطيات اللي عطاها لي. اول شيء نبدا نقول بما ان، تري بيان، دونك لازم نبدا بالمعطيات اللي عطاها لي. سي ام يوازي بي ال، سي ام يوازي بي ال، تري بيان. فان دونك ابنائي بما انهما متوازيان واش نقدر نقول؟ نقول او ال على او ام، يلا نكتبوها مع بعض، او ال على او ام ماذا تساوي ابنائي؟ تساوي او بي، تري بيان، على او سي. برافو، دونك او بي على او سي، تري بيان. دونك ابنائي مادام قال لي متوازي نقدر نخدم نظريه طاليس. دونك هو راهو عطاني كيما حنا نقولوا عطالي باش نخدم بها. داكوغ، تما هادي غير يعطوها لكم ابنائي متوازين، تم بداو خدموا بنظريه طاليس. قول لهم بما ان هاد زوج متوازين فان هذا على هذا يساوي بالضروره هذا على الكلي. متفاهمين ابنائي؟ تري بيان. دونك هو واش يقول لي؟ اول شيء قال لي احسب بي سي، دونك لازم نحسب بي سي. دونك ابنائي ملاحظه فقط، اسكو نقدروا نحسبوا بي سي وحنا ما عندناش ميم با او بي؟ طبعا لا. اذا يجب قبل علينا نجيبوا او بي باش نقدروا نحسبوا بي سي. كيفاش نجيب او بي؟ يلا ابنائي نشوفوا مع بعض. دونك هذا هو اللي راح نخرجوا، يلا نشوفوا كيفاش نخرجوه. نكتبوا او بي يساوي هذا في هذا على هذا. تري بيان، الزوج اللي مع بعض نضربهم ونقسمهم على اللي قاعد وحده. تري بيان، او ال في او سي على او ام. تري بيان، دونك هذا في هذا على اللي بقى وحده. تري بيان، يلا ما عليا الا ندير تطبيق عددي ابنائي. يلا عاونوني، او ال شحال؟ شوفوا لهنا شحال عطاني او ال؟ 3 سنتيمتر. نكتب 3، تري بيان. في، يلا ابنائي او سي شحال؟ دونك او، عفوا او ماشي او سي، دونك عندنا او، دونك فوالا عندنا او سي اللي هي 6.5. تري بيان، دونك عندنا او بي على او سي، دونك 6.5. دونك يلا مع بعض، او ال 3 و او سي 6.5. دونك يلا ابنائي قعدت لي او ام، كيفاش نجبد او ام ابنائي؟ ها هي او ام، ما عليا الا نجمع 3 مع 1.6. شحال راح تعطيني ابنائي؟ راح تعطيني 4.6. تري بيان، دونك سهله مادام عندي هذا الطول وعندي هذا الطول نجمعهم. تري تري بيان. دونك يلا ابنائي تطبيق عددي فقط، واش راح نلقاو؟ نلقاو باللي او بي تاعنا او بي تساوي 4.24 سنتيمتر. تري بيان، راني صبت او بي لكن ماشي هي المطلوبه، حذاري. دونك انا صبت او بي باستعمال نظريه طاليس. دونك ابنائي عمليه جد سهله. كي نقول لكم مثلا، نقول لكم ابنائي هيا عندكم او سي معلومه اللي هي 6.5 وعندكم او بي اللي هي 4.24، كيفاش نحسبوا بي سي؟ ما عليا الا ندير الكبير ناقص الصغير ونصيبوها. شفتوا شحال سهله؟ تري تري بيان. اذا عندنا او بي زائد بي سي تساوي، دونك يلا معايا، او بي زائد بي سي تساوي او سي. تري بيان، دونك واش ندير ابنائي؟ ما هو المطلوب تاعي؟ واش قال لي احسب الطول بي سي؟ دونك هذا هو المطلوب تاعي. دونك واش ندير؟ بي سي اتركه كيما راهو، او سي ونجيب له منا الاو بي معناتها بالناقص. تري بيان، او بي تطبيق عددي فقط اللي هو او سي ابنائي شحال؟ شوفوا معايا، او سي 6.5 تري بيان سنتيمتر، ناقص او بي تحصلنا عليها
4.24. دونك ابنائي تطبيق عددي صغير 6.5 ناقص 4.24 راح تعطيني 2.26. اذا بي سي طول بي سي تاعي ابنائي هو 2.26، وما تنساوش الوحدات ابنائي تخبيا سنتيمتر. لاحظتوا شفتوا شحال سهله؟ جد سهله. دونك ميم هو مع الاول وشنو ما عطانيش الاوبي ابنائي، عطاني الكلي فقط بتطبيق نظري طالي عرفته تخبيا. دونك اذا تفكروا في التمرين اذا عطاكم الكلي والزوج ما عطاوها لكمش، ما عليكم الا تطبقوا نظريه طاليس تجبدوا واحد ونديروا الكبير ناقص صغير انا جبدنا الثاني. لاحظتوا جد سهله. ونكرر ونعود ابنائي، اذا في التمرين قال لي بين باللي متوازين راح نستخدم النظريه العكسيه، اذا قال لي في التمرين احسب الطول راح نستخدم نظريه طاليس. دونك ابنائي وبناتي هذا هو الدرس تاع نهار اليوم اللي كان نظريه طاليس وعكس نظريه طاليس اللي اعطيتكم درس ملخص، وكذلك حلينا تمارين جد جيده. لاحظتوا تري بيان. دونك ان شاء الله راح نزيد لكم دروس هكا ملخصه، وانتم ما عليكم ابنائي الا تكتبوا لي في التعليقات اي عفسه جاتكم صعيبه ولا حابين نديرها لكم الى غير ذلك. تري بيان. وكيما نقول لكم كالعاده ابنائي التركيز فقط، مستحيل انكم تقراو وما تنجحوش. تري بيان. وكيما ندعي لكم كالعاده ربي ينجحكم ان شاء الله.